بسم الله الرحمن الرحيم. فبمشيئة الله تبارك وتعالى نبدأ مع كتابنا الذي ندرسه وهو روضة المتنزه، وهذا الكتاب هو شرح لبداية المتفقه، كتاب الطهارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، إخوة الأحبة، أذكر مرة أخرى بتجديد النية لله تبارك وتعالى في طلب العلم، يعني لا يكون مرادك من طلب العلم إلا الخشية من الله تبارك وتعالى، والفقه بالذات عندما تطلبه تطلبه لكي تعبد الله تبارك وتعالى على دراية وعلى علم. قال: باب الآنية. احنا تكلمنا في اللقاء السابق وقلنا إن الباب وما يتوصل به من مكان إلى مكان أو ما يدخل منه إلى شيء، وقلنا في اصطلاحهم هو مجموعة من المسائل تنطوي أو تنضوي تحت كتاب، فالكتاب أشمل من الباب والباب أشمل من المسائل. يبقى باب يعني يشتمل على مجموعة من المسائل الفقهية تتفق في معنى واحد أو تدور حول معنى واحد. قال: باب الآنية. والآنية جمع إناء، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. والإناء هو الذي يستعمل إما في الطعام أو في الشراب أو في الماء لوضوء أو غسل أو ما شابه ذلك. فإذا جاء بباب الآنية في أعقاب الكلام عن باب المياه، لأنه هو الوعاء الذي يكون فيه الماء. وطبعا أنتم تعلمون يعني قبل دخول المياه للبيوت كنا نستعمل يعني إما الطشت أو طبق بلاستيك، أو حتى البلاستيك ده حديث، طبق حديد أو صفيحة يسخن فيها المية. فكل ذلك كان هو استعمالاتنا قبل دخول الماء لبعض البيوت. قال: وفيه خمسة ضوابط. الضابط الأول: يباح هذا المتن، يعني هذا المؤلف اللي فوق، المتن اللي هو المختصر بداية المتفقه، وبعدين يأتي الشرح تحت الخط وهو للشيخ أيمن، يبقى المتن للشيخ وحيد حفظه الله، والشرح وهو روضة المتنزه للشيخ أيمن موسى. قال: الضابط الأول: يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة. الضابط الثاني:
آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة. الضابط الثالث عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر. الضابط الرابع جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير. الضابط الخامس في باب الآنية يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها عند النوم. نأتي في الشرح. يقول قوله باب الآنية كما قلت لكم مفرد جمع إناء، وهو الوعاء الذي يوضع فيه الماء أو يؤكل فيه أو يشرب إلى آخره، لذلك ذكرها الفقهاء بعد باب المياه. الأصل فيها الحلم، قال يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة، يعني الأصل في كل إناء أنه إيه؟ حلال الاستعمال، يعني تأكل في كل إناء، ده الأصل من قول الله تبارك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهنا عاوزين نؤصل تأصيلا إن شاء الله تبارك وتعالى ابتداء من الجلسة القادمة. اقترح علينا أخ محمد الله يكرمه إن احنا نعطي يعني إما قاعدة أصولية في الدرس أو نعطي قاعدة فقهية. قاعدة فقهية دي من اقتراحنا، قاعدة فقهية، فالقاعدة الفقهية يندرج تحتها فروع كثيرة، فلو عرفنا كده في كل جلسة إن شاء الله قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية يبقى بنزداد علم مع الفقه وندرس معه أصوله وندرس معه قواعده الكلية، زي مثلا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات مثلا، يندرج تحتها كذا وكذا وكذا وكذا. مثلا قاعدة من القواعد الكبرى مثلا لا ينسب لساكت قول، يعني واحد سألناه أنت قتلت ما ردش، ما نقولش السكوت علامة ايه؟ الرضا، ما ينفعش، احنا نسبنا له كده قول وما قالش لا قال نعم ولا قال لا، يعني ده بعض الحاجات اللي احنا ان شاء الله نتعرض لها بإذن الله تبارك وتعالى. فهنا الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأتي نص من الشارع بالتحريم، ودي من رحمة الله تبارك وتعالى، يعني تلقى أي حاجة تأكلها، تلقى أي حاجة تشربها ما لم يرد دليل على أن هذا الشيء حرام، ولذلك تجد المحرمات هي التي تذكر، لم يذكر الله الحلال، لأن يعني الحلال هو إيه؟ الكثير، والمحرم هو القليل. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، إلى آخر الآيات. فتجد المحرمات تذكر لأنها معدودة، لكن الأصل في الأشياء أنها مباحة وحلال. يبقى ما نجيش لشوية مية مركونين جنب واحد نقول له يا عم الحاج المية دي حلال ولا حرام، ما ينفعش تشرب منها إلى آخره. فإذا هنا يقول الأصل فيها الحل، يعني في الأواني الحل والإباحة، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكم لاستعمالكم، هذه تكرمة من الله تبارك وتعالى وإنعام من الله تبارك على الخلق. ثم قال المباح، هو يقول هنا إيه؟ يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة. فما هو المباح؟ هنأتي إلى مسألة الحكم التكليفي، دي برضو من قواعد الأصول. المكلف هو الذي بلغ الحلم، الذي نأمره بفعل الشيء وننهاه عنه. قبل بلوغ سن الحلم لو فعل حراما لا يحاسب عليه، لو ترك حلالا أو واجبا لا يأثم عليه. إذن المكلف ده بيخاطب بخمس أنواع من الأحكام، بالواجب وهو ما طلبه الشارع طلبا جازما أو طلبا حتما
بحيث يثاب فاعله ويأثم تاركه. وأقيموا الصلاة، ده طلب ولا مش طلب؟ طلب، فعل أمر. طب الطلب في الصلاة حتم ولا ليس على سبيل الحتم؟ حتم. يبقى من يفعل الصلاة يثاب عليها، من يتركها فهو آثم، بل وصل عند بعض أهل العلم بأنه إيه؟ كافر. يبقى ده الواجب. في عند الأحناف، مش هنطول في الموضوع، في حاجة يعني الواجب عند الجمهور، يعني عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنابلة، هو مرادف للفرض، لكن عند الأحناف الفرض غير الواجب، فيعتبرون الفرض أقوى من الواجب. دي مسألة مش هنطول فيها لأن ليس وقتها الآن. إذن الحكم التكليف الأول الواجب، يأتي بعده المستحب أو سميه المندوب أو سميه المسنون، ثلاث مترادفات لكلمة واحدة. زي إيه؟ السواك، هذا مطلوب من الشارع وهو سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر، قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وفي بعض الروايات عند كل وضوء. فهذا مطلوب، طلب جازم حتم ولا طلب على غير الحتم؟ طلب على غير الجزم، بحيث يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. خلي بالك بقى، شوف ازاي التدرج ازاي. يبقى الواجب يثاب فاعله، يأثم ايه؟ تاركه. المندوب، المستحب، المسنون، يعني السنة، كل دي مترادفات لشيء واحد، يثاب فاعلها ولا يأثم ايه؟ تاركه. يا عم انا مش هصلي السنة القبلية للظهر، هل علي إثم؟ ليس علي إثم. طب لو صليتها أثاب عليها. مش هصوم يوم الاثنين، هل علي إثم؟ ليس علي إثم. لكن لو صمت يوم الاثنين أثاب على صيام يوم الاثنين. وضحت المسألة؟ طيب نأتي بعد ذلك إلى المكروه، وهو ما طلب الشارع تركه ليس على سبيل الحتم، شيء مكروه، بحيث لو تركته تثاب عليه، لو فعلته لا تأثم على فعله. بعض العلماء يعني يمثلون له مثلا بالتبول واقف يكره، لو بال الرجل واقفا هذا أمر مكروه. طيب لو فعله يأثم؟ لا، لكن لو تركه يثاب عليه. على خلاف بين العلماء هل هو مكروه ولا يستحب التبول جالسا كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتبول جالسا، ثم رؤي صلى الله عليه وسلم يبول واقفا، فكيف يفسر أهل العلم مسألة مثل هذه من النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ويفعل سواه؟ هل نقول أنه خالف ما أمر به، أم نقول أنه حول الأمر من الوجوب إلى الاستحباب مثلا كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. طب نأتي إلى الشيء الحرام. ما هو الحرام؟ هو الأمر الذي طلبه الشارع، طلب الشارع تركه على سبيل الحتم، ففاعله آثم وتاركه يثاب على تركه. زي ايه؟ هات اي شيء حرام. الزنا، ولا تقربوا الزنا فان فعله فهو آثم وحد من حدود الله. السرقة، فان ترك الزنا يثاب على الترك، حتى يثاب عليه، نعم يثاب، لانه امتثل امر الله تبارك وتعالى، ولو فعل يأثم ويعاقب عليه. نأتي الى المباح. المباح قال طلبه الشارع على سبيل التخيير، يفعل أو لا يفعل،
ويستوي فيه الطرفان. يعني ما نقولش انه لو فعله يثاب، لو تركه لا يثاب، لا، انما بالنيه قد ياتي الثواب. بمعنى انت جعت، اكلت، الاكل ايه هنا؟ مباح. طب لو اكلت لتتقوى على طاعه الله تثاب على هذا الاكل. طب لو اكلت لتتقوى على الاعتداء على خلق الله، يبقى هنا ايه؟ يأثم. تطيب رجل، الطيب مباح، تطيب عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يثاب عليه، لو نوى ذلك يثاب عليه. طب لو تطيب عشان ببرفان غالي كده، عشان لما يمشي في الطرح مثلا يلفت مناخير البنات، ما هيلفت مناخيرهم بقى، مش هيلفت عيونهم، الأول هتشم وبعدين هتبص، ها، عشان يشد مناخيرها الأول، فلو فعل ذلك يأثم. يبقى دي كده الأحكام التكليفية الخمسة. قال: المباح حكم من الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. دي ايه؟ أقسام التكليف أو الأحكام التكليفية. لا يخرج شيء في الفقه عن هذه الأحكام، إما الشيء يكون حرام أو مكروه أو مباح أو واجب أو مستحب. الإباحة هي التخيير بين الفعل والترك، فلا يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها إلا إذا قرنت بالنية، زي ما ضربت لكم مثال. صورتها، مثالها يعني، رجل تطيب ووضع الطيب على جسده، فإن وضعه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر عليه، يعني له ثواب، وإن وضعه ليفتن به النساء فإنه يأثم على ذلك، وإن لم ينوي هذا ولا ذاك لم يؤجر ولم يأثم. يعني تطيب بس، مجرد هو يحب الطيب، لم ينوي فتنة النساء ولم ينوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يثاب ولا يأثم. قوله، أما يأتيك هنا في العبارة بتاعت الشرح، قوله يعني قول بداية المتفقه، يعني قول الشيخ وحيد. قوله: استعمال كل آنية، يعني يباح استعمال كل آنية، وشرح كلمة يباح، استعمال كل آنية، فيجوز استعمال كل الآنية سواء كانت، لأن خلي بالك كل من ألفاظ إيه؟ العموم، تشمل كل إناء، سواء كان هذا الإناء من الحديد، من الألمنيوم، من النحاس، من الذهب، من الفضة، من البرامز اللي هو إيه؟ الخزف، الطين المطبوخ، بعدين نعمل له طريق كده للصحفة بتاعت الصعيدة، البرام، أي إناء يجوز استعماله، غالي، رخيص، من الماس، من العقيق، من سن الفيل. يبقى هنا كلمة كل دي تشمل هذا. ثم بعد ذلك يستثني المحرم، يبقى كل إناء يستعمل إلا كذا، الاستثناء. فيقول: فيجوز استعمال كل الآنية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، رخيصة أو ثمينة، لأن كلمة كل من ألفاظ إيه؟ العموم. كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ، كل إنسان خلقه الله تبارك يرهن بعمل، كل امرئ، مسلم، كافر، نبي، غير نبي، إذن كل تفيد كل امرئ، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، إلى آخر الآيات. إذن كل هنا من ألفاظ إيه؟ العموم. قال: قوله: إلا الذهب والفضة، لكن يستثنى من ذلك آنية الذهب والفضة، فلا يجوز استخدامها. إذن احنا قلنا الأصل في الأشياء الإباحة، فلما استثنى لازم يجيب لنا إيه؟ ها؟ دليل على الاستثناء ده. أنا عاوزك كده تمشي مع الفقه بهذه العقلية، عشان لما يجي بقى واحد يكلمك في حاجة
تقول له انت دلوقتي بتمنع الشيء الفلاني. الاصل في الاشياء ان احنا نعملها. عندك دليل على هذا المنع؟ يقول لك ايوه، قال الله كذا او قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا. وضحت المساله؟ يبقى هو هنا لما جاب لي العباره قال لي ايه؟ يباح استعمال كل الانيه، ثم قال الا الذهب والفضه. نقول له ليه يا عم الحج يا عم الشيخ استثنيت انيه الذهب والفضه؟ يقول لك لان وصلنا فيها دليل. من مين؟ من مشرع. والتشريع يكون لمن؟ لله ولرسوله. يبقى الدليل يكون عندنا من كتاب او من سنه. يبقى اي واحد يجيب لنا كلام من كتاب وسنه نحمله فوق الرؤوس. جايب لي كلام بقى بيالف وبيقول انا ارى ومش ارى ومن رايي والايديولوجيه ومش الايديولوجيه، نقول له ايديولوجيتك على خلاها في جيبك تنفعناش. انما تجيب لنا كلام منضبط عليه لك فيه دليل من كتاب من قول الله او من قول رسوله صلى الله عليه وسلم، نحمل كلامك فوق الاعناق وفي القلوب، بل نضع كلامك على عيوننا ورؤوسنا. يبقى ده اللي احنا عاوزين نتعلمه واحنا بندرس الفقه. قال عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، يعني الكفار لغير المسلمين، ولكم في الآخرة. والحديث متفق عليه، بخاري ومسلم رواه. حتى إن بعض العلماء علق على كلمة فإنها لهم يعني تباح لهم، نقول لا، هم بيحبوها، يحبوا كده الظهور والعلو وإلى آخر، لكن هي لا تباح لهم أيضا، لأن دي مسألة برضو يعني مثلا نتكلم فيها بعدين من ضمن الأصول. هل يخاطب الكفار بفروع الشريعة؟ يعني لو واحد كافر هل احنا مطالبينه هيتحاسب على انه ما بيصليش؟ دي مسألة كبيرة وطبعا خطيرة جدا بين علماء الأصول. منهم من قال نعم يحاسب بفروع الشريعة، ولكن لو فعلها لن تقبل منه إلا إذا أسلم. ولكن كونه تركها يبقى بيحاسب على أمرين، بيحاسب على كفره وعلى ترك إيه؟ فرع من فروع الشريعة. واضح؟ إذن دي مسألة ليس يعني وقتها الآن. مسألة هي لهم، يعني هل مباح لهم ولا هي من طبائعهم انهم يحبوا دائما يظهروا بالذهب والفضة ويأكلوا في آنية الفضة والذهب الى اخره. وعن ام سلمة دليل اخر، عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. الله أكبر. والحديث متفق عليه أيضا. يبقى الأدلة دي تحاول إيه بإذن الله وأنت بتذاكر كده تحفظها، لأن ما تيجي تقول لواحد الشيء ده لا يجوز يقول لك معاك دليل بالكلام ده، تروح الدليل حاضر معاك تذكره به وتذكر أنت به أيضا المسألة، يبقى كده يعني بيسكت من أمامك، يبهت من وجود الدليل، إلا إذا كان مكابرا يقعد يجادل بالباطل فتسيبها له خالص. قال ابن قدامة وهو من مجتهدي الحنابلة وله كتاب شامل رائع، وهو كتاب المغني، يعتبر في الفقه المقارن، صحيح يصدر المسألة بالمذهب لأنه يشرح على متن الخرق، يعني كتاب المغني يشرح فيه متن أحد الحنابلة ومتن الخرقي، فيأتي بالعبارة كما نحن نأتي الآن بعبارة الشيخ وحيد وشرحها الشيخ أيمن. ابن قدامة بقى يأتي بمتن الخرقي وروح إيه شارح العبارة، يجيب الأول ما في المذهب والأقوال في المذهب والراجح في المذهب، ثم بعد ذلك يقارنه المذاهب الأخرى، يقول وهذا يوافق قول الشافعي أو قول مالك، واختلف عن الحنابلة في هذه المسألة مثلا الثوري والزهري والليث وهكذا. فكتاب فقه يعتبر فقه مقارن. قال ابن قدامة وله طبعا كتاب للمبتدئين في الفقه
في الفقه الحنبلي كتاب اسمه العمدة في الفقه، ثم شرح العمدة بكتاب اسمه العدة شرح العمدة لبداية اللي حبي يتمذهب على مذهب أو يدرس مذهب ويضبط مسائله من أوله. وله بعد ذلك كتاب المقنع وكتاب الكافي، ثم وصل إلى يعني قمة اجتهاده في المذهب بكتابه المغني على شرح الخرقي. قال ابن قدامة: ولا خلاف بين أصحابنا. لما يقول أصحابنا يقصد بهم مين؟ الحنابلة. أصحى معايا شوية. قال: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام. يبقى ده مذهبنا احنا مجمعين عليه. قال: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ولا أعلم فيه خلافا. يبقى المسألة ما فيهاش خلاف، يبقى كأنها إيه؟ إجماع. كأنها إيه؟ إجماع. ودائما الذي ينقل إجماع يعني الناس المجتهدة الكبار دول زي هذا وزي ابن تيمية وابن القيم، وطبعا من أشهر من ينقل إجماع هو ابن المنذر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقد استثنى بعض أهل العلم شيئا آخر، وهو عظم وجلد الآدمي، فلا يجوز اتخاذه أو استعماله آنية لأنه محترم بحرمته. قد يقول قائل: طب وفي حد يشرب في عظم آدمي؟ نقول: مما ورد في التفسير بأن الداعرة التي عشقها أحد ملوك بني إسرائيل وحاولت أن تراود يحيى عن نفسه فأبى عليه الصلاة والسلام، اشترطت أنه لن ينال منها شيئا إلا إذا قدم لها الخمر في قحفة يحيى عليه الصلاة والسلام. القحفة اللي هي الجزء العلوي من الجمجمة. فقتل يحيى وقدم للداعرة الخمر في قحفة نبي، في رأس نبي. انظر الفجور. ولذلك أما قال ربنا تبارك: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم وقولهم وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف إلى آخر الآيات. فأي جرم هذا؟ أن يقتل نبيا من أجل داعرة وأن يقدم في رأسه خمرا لها لكي توفي بما نذرته. فقد يقول قائل: يعني العظم الميت إزاي يشرب فيه ولا يستخدم جلد الآدم؟ نقول: العلماء عندما يفترضون أشياء قد تقع وقد تكون وقعت في أمم سابقة لاطلاعهم ففرضوا المسألة، ودليلها يعني إزاي نقدر نقول إن عظم وجلد الآدمي أيضا محرم استخدامه زي آنية إيه؟ الذهب والفضة. إحنا آنية الذهب والفضة جئنا بدليل عليها، فهذا كيف نأتي بدليله؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه لهذا الحديث: كسر عظم الميت ككسره حيا. طب فين الدليل هنا؟ احنا عاوزين نعرف ايه لما تكلم عن عظم وجلد الآدمي قال: فلا يجوز اتخاذه واستعماله آنية لأنه محترم بحرمته. فالآدمي له حرمة وهو ميت كحرمته وهو ايه؟ وهو حي. إذن ما دمت حرم عليك أن تكسر عظم آدمي أو أن تجرح آدميا أو أن تقتله، فكذلك بعد موته لا يجوز المثلى به. ده حتى النبي مع الكفار كان ينهى عن المثلى، ووقف صلى الله عليه وسلم لجنازة كافر، قيل جنازة يهودي، فوقف فقال: يا رسول الله يهودي. قال: أوليس آدمي؟ أوليس إنسان؟ في احترام الآدمية. ولقد كرمنا، لما قال ربنا ولقد كرمنا قال: وقال كرمنا
المسلمين، ولقال ولقد كرمنا بني آدم. ولما قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، خاطب الإنسان، اسم جنس يشمل كل إنسان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. طب الكلام ده خاص بالمسلمين ولا بكل الآدميين وكل إنسان؟ بكل إنسان. يبقى هنا يقول كسر عظم الميت ككسره حيا، قال وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قوله في المتن يعني آنية الكفار، يبقى احنا انتقلنا لمسألة أخرى. يبقى الأول تكلمنا عن جميع الآنية، ثم استثنى آنية الذهب والفضة فيحرم استعمالها لحديث حذيفة لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فيها فإنها محرمة علينا، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وسبحان الله، خذ قاعدة، كل شيء حرم عليك في الدنيا وامتثلت فيه لأمر الله تبارك وتعالى لا يحرمك الله النعيم به في الآخرة. يبقى شوف الذهب والفضة محرمين عليه على المسلم، على حتى على الرجال بالنسبة للأساور، لا ده انت تلبس أساور من ذهب ومن فضة ولؤلؤ. الخمر محرم عليك، لا ده انت في أنهار من خمر هتشرب في الآخرة لذة للشاربين، ولكن خمر ليست كخمر الدنيا لا غول فيها، يعني ما تغتلش العقل وتضيعك عن هيبتك وعن هيئتك. خمر الدنيا شوف مهما كان الإنسان وكان وضعه، لما يشرب الخمر وتلعب برأسه يفعل أفعال السفهاء، ممكن يبول أمام الناس، يقول يهذي بأي كلام، يفعل أي فعل، سكران، ذهب عقله. لكن خمر الآخرة لا تذهب بالعقول. قوله آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة. يبقى احنا لما بتكون في مكان، سواء في الصين، الإخوة اللي بيسافروا للصين طبعا الأكثرية من البوذيين حتى ليسوا من أهل الكتاب، يعني ذبائحهم لا تحل، يعني ذبيحة أهل الكتاب تحل لك وطعامهم يحل لك ونساؤهم حلال لك. أما اليابانية أو الصينية أو عباد البقر أو الزرتشية اللي هم عباد النار، فهذه نساؤهم لا تحل لك ولا طعامهم يحل لك. فلما تكون في مثل هذه البلاد ويغلب أو تتيقن بأنهم يستخدمون هذه الآنية في طبخ الخنزير مثلا، فإذا أردت أن تستخدم شيئا من هذه الآنية لابد، يجب عليك أن تغسلها، وجوب. يبقى هنا يقول آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة. وجملة ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يستعمل آنية الكفار من أهل الكتاب وغيرهم إلا إذا لم يجد غيرها. في ضرورة، أنت كده في بلاد أوروبا أو في الصين أو في اليابان أو في كوريا ما فيش إلا قدامك الآنية دي، يبقى بتستخدمها، ولكن بضوابط سنبينها. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ يبقى ده سؤال في إيه؟ بنسميه دليل في محل إيه؟ النزاع. يبقى هنا دل الدليل اللي هيجاوبنا على حتة آنية غير المسلمين نستخدمها ولا ما نستخدمهاش. قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. يعني لو كان في بديل معاك، أنت معاك كوبايتك وطبقك الصغير واخده من هنا مسافر
حاجتك بتغسل فيها وبتاكل فيها ماشي، ما معكش واضطريت انك تاكل في انيتهم يبقى تعمل لها ايه؟ تغسلها. والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. والحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها. مضطرين هتأكل فين؟ هتأكل في على, 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 على التراب، لازم تأكل في إناء. إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وعن عمران ابن حصين في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. مزادة يعني حوض، امرأة مشركة. طب لماذا ساق هذا الحديث؟ ده يلغي ايه اللي فات؟ توضأوا في مزادة امرأة مشركة، ده دليل على ايه؟ ما دام ما فيش قدامنا اللي هو نستعمله، والمزادة فيها ايه؟ فيها مية، يعني ما فيهاش نجاسة، فما دام فيها مية يجوز استعمالها. وجمعا بين الأدلة فصل الشيخ وحيد المسألة فقال: إذا تيقن أن أهل الكتاب يستخدمون النجاسات كالخنزير وجب غسلها قبل الاستعمال. وجب يعني إذا لم يغسل فهو آثم. افهم كلمة عبارات الفقهاء وجب يعني إيه؟ يعني يلزمه ذلك، وإذا لم يفعله فهو آثم. قالوا: أما إذا ظن مش يقين، ظن أنهم يستخدمونها في النجاسات ولم يتيقن، استحب غسلها قبل الاستعمال. إذا لم يغسلها فليس إيه؟ بآثم. شوف الدقة في العبارات، عايزك كنت بتقرأ كده في كتب الفقه كن دقيقا في العبارة، فالكتب الفقه غير الكتب العادية. فما يقول لك يجب يبقى لو عملت غيره تأثم، يستحب يبقى لو فعلته تثاب، وإن لم تفعله فلا إثم عليك. يبقى خلي بالك من عبارات الفقه. وأما إذا ظن أنهم يستخدمونها في النجاسات ولم يتيقن استحب غسلها قبل الاستعمال. وأما إن تيقن أو غلب على ظنه أنهم لا يستخدمونها في النجاسات جاز له أن يستعملها بلا غسل، من غير غسل. قوله نقل إلى مسألة أخرى: عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر. عظم إيه؟ الميتة. إيه الميتة؟ ما احنا لازم نعرف إيه الميتة. هي التي ماتت بدون تذكية، تذكية بالذات، يعني ما ذبحناهاش، شاة أكلت حاجة مسمومة رفصت وقبل ما نجيب السكينة ماتت، أصبحت محرمة. نيجي بقى في حتة إيه؟ هي محرمة الأكل، لحمها حرام. طب مسألة الصوف بتاعها حلو، ما ينفعش نسلخه ونستفيد به، نحطه على الكنبة كده ويبقى منظره حلو ونتبغه؟ دي بقى المسألة. قال: عظم الميت، يعني القرون كده لو شلناها من خروف ميت ونظفناه وعلقناه كده كزينة وديكور، أو لقينا فيه الميت ورحنا خلعين النبين بتوعه، ميتة ينفع نستخدمه؟ دي المسألة. قال: عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر. برضو ايه مثلا لو بطة ماتت كانت كبيرة كده وريشها كبير وحبنا نسلت ريشها بعد كده ونعمله مروحة نهو بيع الكباب او نهو بيع لأنفسنا، مش دي موجودة؟ تنفع بعد موتها ولازم يكون مذكاة ذبحينها وسمينا عليها؟ دي المسألة عشان تبقى متصور المسألة قبل أن نتكلم فيها. يبقى المسألة بتدور حول بهيمة أو طير مات ولم ندرك تذكيته، ثم نريد أن ننتفع
بعظمه أو بشعره أو بصوفه أو بوبره، وبر يبقى في الجمال، الصوف يبقى في الغنم، أو بفروته إلى آخره، أو بحافره، ظلفه مثلا زي بقرة، الحافر اللي هي حافر الخيل أو الحمار، ده اسمه حافر. لكن الظلف بتاع إيه؟ بتاع الخرفان أو البقر أو الجاموس، من فرد في النص، ده اسمه ظلف، أظلاف دي. لكن الحافر مسدود، شوف الحافر بتاع الخيل من تحت أو الحمار، ده اسمه حافر. لكن الثاني اسمه ظفر أو ظلف، واضح؟ قال: لأن هذه الأشياء طاهرة ولا دليل على نجاستها، كما أنها لا نفس سائلة فيها ولا تنجس بالموت. إيه نفس سائلة دي؟ حد يعرفها؟ ها؟ كلمة نفس سائلة، أنا بسأل سؤال محدد، نفس سائلة يعني إيه؟ ها؟ الدم. لا نفس سائلة، لا يعني الحاجات دي ما فيهاش نفس سائلة، ما فيهاش دم. الصوف فيه دم؟ ما فيهوش دم. يبقى هنيجي في مسألة بعد كده، ما لا نفس سائلة له إذا سقط في الماء. ذبابة دي ما لهاش دم، لما بتقتل الذبابة ما تطلعش حاجة حمراء، يبقى لا نفس سائلة له. فلو سقطت في 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 كوباية الشاي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، فأغمسها، فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر إيه؟ دواء، وأنت مش عارف إيه، وقعت بالجناح إنه هو، يبقى فيه المضاد الحيوي بتاعه، يبقى فيه جناح فيه الميكروب والجناح الثاني فيه إيه؟ المصل المضاد، يبقى تروح غمسها وتطلعها وتشرب كمل كوباية الشاي. طب انت بتعوف يا عم، محدش قال لك اشرب غصب عنك، انما قلت بعطيك الحكم الشرعي، انت مش عايز محدش يجبرك ابدا، يقول لك لا ازاي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش الكلام ده. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الضب، ضب من حيوانات الصحراء، فسألوه أحرام هو يا رسول الله عشان ما بتاكلوش؟ قال لا، ولكني أعافه، نفسه ما تحبوش صلى الله عليه وسلم. يبقى ما تجيش واحد بقى، واحد شاب لسه جاي ملتزم جديد، وهب دبنتين وقعوا قدامه في بتاعه، راح غمسهم ويكرع قدام الناس ويخلي الناس تقشعر كده، وبعدين لما يجي واحد بقى صاحبه وقعت الدبانه عافها وراح كب، قال تكب ازاي انت بتخالف السنه؟ مين قال لك تخالف السنه؟ هو يفعل، عاوز نفسه قبلت ان تكمل الشاي كمله، ما عافت نفسه خلاص. يبقى هنا خلي بالك، شوف جزئيه ايه، كما انها لا نفس سائله فيها فلا تنجس بالموت. قال الزهري عليه رحمه الله تبارك وتعالى من التابعين: في عظام الموتى نحو الفيل، عظام الموتى مثل الفيل، لقينا فيل ميت وعاوزين نستفيد بالعاج بتاعه. ادركت اناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، يعني بيصنعوا منها ايه؟ امشاط الفلايات اللي كانت بتنزل الامل زمان، اخد بالك؟ الحمد لله الناس اتطورت دلوقتي، كانوا يجيبوا البنت يا عيني ويجيبوا شويه جاز وينقع الفلايه دي وتشد في شعرها عشان تجيب السبان من جدره، السبان ده البيض بتاع الامل قمل. فالزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من أئمة الحديث يقول: أدركت أناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، يصنعوا منها أمشاط، ويدهنون فيها، يعني يعملوا منها أوعية يحطوا فيها إيه؟ دهن العود أو المسك أو بتاع، ويتطيبون منها. يبقى إذن هي حلال. قال شيخنا الشيخ وحيد يقصد: الراجح أنها طاهرة، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وقول في مذهب مالك، وهو قول الإمام أبي حنيفة، الإمام أبي حنيفة، ورجحه شيخ الإسلام في الفتاوى، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقال هذا القول هو الصواب،
وذلك لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة. ونرجع تاني للأصل، الأصل في الأشياء إيه؟ الإباحة. الأصل في الأشياء الطهارة، إلا أن يأتي دليل يقول بالتحريم أو بالنجاسة. نقل إلى مسألة أخرى قوله: جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير. طيب جلود الميتات، أما المسألة اللي كانت فاتت إيه؟ خلي بالك بيتكلم عن حاجات نواشف، عظم، قرن، ظفر، حافر، شعر، صوف، ريش، كل دي ايه؟ نواشف ما فيهاش رطوبه. طب الجلد، الجلد فيه رطوبه، ممكن يبقى فيه عفونه، فيه شرايين دم فيه، يبقى ايه حكمه بقى؟ مساله تانيه غير مساله الحاجات النواشف اللي احنا اتكلمنا فيها دي. قال: جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير. طبعا المسألة دي فيها خلاف، لأن من أهل العلم من يقول جميع جلود الميتات تطهر بما في ذلك الكلب والخنزير، وهذا قول للظاهرية. مش عاوزين نوسع عليكم في مسائل الخلاف عشان ما تشتتوش، احنا عاوزين نلتزم بالكتاب، خد بالك. هذا قول الظاهرية وافقوا عليه الشوكاني، ودليله فيه أيما إهاب دبغ فقد طهر، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين. وابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى الشوكاني كان يخف عند الدليل، يقول لك أهو بيقول لك أيما، يعني أي إهاب، والإهاب هو الجلد قبل دباغه عشان تبقى فاهم. إهاب أيما يعني أي دي من ألفاظ العموم، خلي بالك، أي إهاب دبغ فقد طهر، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يدخل في العموم مين؟ الكلب والخنزير. ولو لقينا كلب ميت والفروة بتاعته كده كبيرة، أو ثعلب ميت والفروة بتاعته الكبيرة كده روح سلخناها ودبغناها، والدبغ بيكون بالملح والقرز على في الأرض عند العطار، وهو ثمر لشجر اسمه الصنط أو الصنط في شوك، ينزل لنا حاجتين شجر الصنط ده، ينزل سمغ وينزل ايه؟ قرض. القرض بيبقى تعرف حبة الخروب شبهها بس مضلعة، يعني مبزرة، حلقات متصلة ببعض، واضح؟ فدي بيطبخ بيه مع الملح ويبقى زي الفل بعد كده ويستخدم. فإذا طائفة قالت الجميع، طائفة قالت لا الكل إلا الخنزير. إذا عايزين يا أخوانا أي مسألة يعني فيها استشكال أو فيها عدم فهم، مفيش مانع أنك ترفع يدك مرة أخرى تستفسر عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا ذهب الطائفة بأن إهاب الميتة وهو الجلد للحيوان الذي مات بدون تزكية بدباغه يطهر كل أيما إهاب بما في ذلك إيه؟ الكلب والخنزير. ذهب الطائفة أخرى قالت لا الكل يطهر ما عدا الخنزير. طائفة ثالثة قالت الكل يطهر ما عدا الكلب والخنزير. ونشوف بقى تفصيل في المسألة. قال قوله جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير، هذا هو القول الراجح حقيقة. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. طبعا عرفنا إيه هو الإهاب، هو جلد الميت قبل الدباغ، يعني بعد موت الحيوان بدون تذكية بدون ذبيحة، يعني نريد أن نسلخه ونستفيد بجلده سواء كان خروف أو معزة أو ثعلب أو كلب أو خنزير. فقال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. حديث أخرجه الإمام مسلم. وفي رواية أيما إهاب دبغ فقد طهر.
قال الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت، أكثر أهل العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم، دليل آخر، بشاة ميتة، شاة تطلق على المعز أو الضأن، يعني خروف أو جدي أو نعجة أو معزة، دي الشاة، بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاة لميمونة، في مولاة عند ميمونة رضي الله عنها أم المسلمين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خادمة عندها، أما أعطاها شاة ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قال: فهل انتفعتم بجلدها؟ ليه ما استفدتوش بالجلد بتاعها؟ طب نستفيد بجلد الشاب ايه؟ طبعا انتم مش عارفين جلد الشاب يعمل به قربة في بلاد الأرياف في الصعيد، وجلد الشاب بيخض فيه اللبن ويطلع لك منه الزبدة، وبعدين نسيح الزبدة تبقى ايه؟ سمنة بلدي معتبرة مش مغشوشة، ماشي؟ يبقى دي القربة، نمسكها نربطها، معمولة هي ما متخيطة بحيث تحط فيها الحاجة وتتمسك كده، ونقعد نهزها كده لحد ايه ما يختلط، يعني ينفصل حبيبات الزبد عن اللبن، واللبن التاني ده بنعمل له معالجة معينة بالمنفحة، نعمل منه ايه؟ جبنة قريش، ماشي؟ ما زال الصناعة دي موجودة، وإن كان الكل دلوقتي بيبيع اللبن لأنه بيكسب، بيبيع اللتر بخمسة جنيه ولا جاموسي، يقول لك أنا لسه هخض واتعب قلبي وأعمل سمنة، ولذلك السمنة غلت جدا بسبب الندرة بتاعتها الوقت في الصعيد، يعني الكيلو وصل 60 جنيه السمنة البلدي المضبوطة. يعني الشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل فهل انتفعتم بجلدها؟ ليه ما انتفعتوش بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. حديث متفق عليه. شوف بقى هنا البيان، لما قال ربنا تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة، يبقى حرم إيه؟ أكلها، يبقى تحريمنا الأكل. قال: إنما حرم أكلها. قوله: إلا الكلب والخنزير. يبقى هنا ده الدليل ينسحب على الكل، ثم استثنى الكلب والخنزير، أي لا يطهر جلد الكلب وجلد الخنزير لنجاسة عينهما، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، وإن كان ظاهر النصوص تقول بطهارتهما أيضا لعدم وجود نص مرفوع يستثنيهما كما حدث في لعاب الكلب، وهذا هو القول الأول في المسألة. إذن مسألة الخلاف في الكلب والخنزير بالنسبة للجلد، لماذا استثنى بعض أهل العلم جلد الكلب والخنزير بعدم الطهارة بالدباغ؟ احنا قلنا الجلد كله للميتة نعمل له ايه؟ ندبغه هيطهر. لماذا استثنى الكلب والخنزير؟ قالوا: لنجاسة عينهما، الكلب نجس في ذاته والخنزير نجس في ذاته. وإنما الحقيقة لو ندقق في الأدلة لم نجد دليلا على نجاسة الكلب والخنزير إلا باستثناء لعاب إيه؟ الكلب، لكنه محرم الأكل، محرم الخنزير، محرم الأكل، محرم، لكن التحريم ليس له علاقة بالنجاسة. يعني ابن عثيمين يفصل في المسألة في مراجع أخرى ويقول: ليس كل محرم نجس، واستدل على ذلك. الأصنام محرمة ولا مش محرمة؟ محرمة. هل لو مسكت صنم تنجس؟ لا تنجس. على خلاف بين أهل العلم، الخمر محرمة ولا مش محرمة؟ محرمة. هل لو وقع منها شيء على ثيابك تنجس؟ الراجح في المسألة لا تنجس، الراجح، لكن في طائفة من أهل العلم قالت بنجاستها. إذن لا يلزم من التحريم نجاسة،
الذهب بالنسبة لك كرجل محرم ولا مش محرم؟ طب لو مسكت حتة ذهب تنجس؟ لا تنجس. إذن لا يلزم من التحريم نجاسة. فهنا العلماء يعني في طائفة من العلماء الذين قالوا وده الرد يعني قوي من الظاهرية قالوا يعني من أين الدليل على تحريم إهاب الكلب أو الخنزير بالدباغ؟ يعني ليه 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 بعد ما ندبغ نقول لا محرمين؟ ولم يثبت في الكلب نجاسة إلا في لعابه. يعني لو أنت مسحت إيدك على الكلب من فوق عندك كلب حراسة ومسحت إيدك على رأسه لا شيء فيه. طب حتى لو لاعق يدك هل تغسلها سبعة؟ لا، ده خاص بالإناء، إنما تغسلها فقط تزيل لعاب الكلب. إنما خاص بالإناء إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولهن بالتراب، وفي رواية آخرهن بالتراب إلى آخر. فإذا المسائل هذه أخواننا تحتاج إلى دليل ودليل قوي عشان إيه؟ يبقى نبين نبسط للناس ونبين للناس اليسرى في هذا الدين. القول الثاني أن جلد الميت لا يطهر بالدباغ ولا بغيره، وهو المشهور من مذهب أحمد ورواية عن مالك لحديث عبد الله ابن عكيم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلينا لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وفي الحقيقة هذا الحديث ضعيف لا يقوى على على مقارنة أو مضارعة حديث الإمام مسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أو الحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر. يبقى احنا عندنا في المسألة لما يكون في قولان وكل قول يستند إلى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم نشوف أيهما أصح ونسير مع الصحيح ولا نسير مع الضعيف. فإذا الصحيح عندنا إذا دبغ الإهاب فقد طهر، عندنا الحديث الآخر اللي هو استند إليه في الإمام أحمد في إحدى الروايات ورواية عن مالك، لكن الرواية المشهورة عن مالك باستخدام أو بطهارة الإهاب إذا دبغ، والرواية المشهورة عن أحمد بطهارة الإهاب إذا دبغ. يبقى الرواية الثانية تبقى رواية مرجوحة، والرواية الثانية عند مالك مرجوحة، إنما الراجح في مذهب مالك أن الإهاب بدبغه إيه؟ يطهر، والرواية الراجحة عند الإمام أحمد إذا دبغ الإهاب إيه؟ يطهر. قال في الحديث أو أورده يعني في المغني والرد عليه أن الحديث ضعيف لا دلالة فيه، وعلى فرض صحته لا يقاوم ما سبق في صحيح مسلم لأننا لا ندري بالنسخ. إيه معنى العبارة دي؟ بيقول يعني لو كان في حديثين صحيحين في مسألة واحدة أجاز فيها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ومنع بحديث آخر، يبقى نعمل إزاي؟ يبقى مشكلة بقى عند الفقهاء. قال لك لا، ودي مسألة إن شاء الله نتكلم عنها في حكاية إيه الجمع بين الأدلة أو في الترجيح. قال لك هنا لابد من معرفة الناسخ من المنسوخ. يعني إيه الناسخ من المنسوخ؟ يعني الحكم في الحديث الأولاني كان في سنة مثلا 5 هجرية، ثم الحديث الثاني تبين لنا أنه كان في سنة 8 هجرية، يبقى نعمل بالنهوه بالمتأخر مش المتقدم. يبقى المتأخر رفع حكم المتقدم، وهذا هو النسخ، رفع حكم سابق بحكم اللاحق. زي مثلا في قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يبقى هنا اللي يتوفى زوجها تقعد قد إيه؟ سنة كاملة. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى متأخرا ولكنه متقدم في ترتيب البقرة، خلي بالك 4 شهور و10 ده متقدم في 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 الصورة، لكن حقيقة هو متأخر في النزول. قال تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يبقى ده الحكم المتأخر نسخ الحكم المتقدم ويبقى تبقى التلاوة. يبقى نسخ الحكم ولم تنسخ التلاوة، والتلاوة موجودة نقرأها.
لكن لا نعمل بها. وضحت؟ يبقى آية الحول المتوفى عنها زوجها لا يعمل بها، إنما الذي يعمل به إيه؟ آية الأربع شهور وإيه؟ وعشرة. وخلي بالك الأربع شهور وعشرة لا تتعلق بالمدخول بها وبغير المدخول بها. يعني صحيح لو رجل قال لامرأته قبل أن يدخل بها، واحد شاب متجوز واحدة بكر وما دخلش بها لسه، وقال لها أنت طالق خلاص ما تنفعش ملاش عدة، تاني يوم تتجوز عاوز يرجع لها يبقى مهر جديد ويروح للمأذون وعقد جديد ودوشة كبيرة أوي. طب لو مات عنها هذا الزوج ما ينفعش تتجوز تاني يوم، تقعد أربع شهور وعشرة مع إنه ما دخلش بها. يبقى حكم المتوفى عنها زوجها لا يتعلق بالدخول أو عدمه. خلي بالك ده فقه. فهنا قال ولا ندري بالنسخ، مش عارفين. لو افترضنا الحديث ده صحيح يبقى النبي هنا قال ايه عليه الصلاة والسلام؟ فهل انتفعتم بجلدها؟ حديث صحيح. ويجي هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. احنا اللي خلانا رجحنا هنا الانتفاع بالإهاب بعد دبغه ان الحديث صحيح، وحديث لا تنتفع حديث ايه؟ ضعيف. طب افرض الاثنين كانوا صحيحين، حديثان كانا صحيحين، يبقى انا عاوزين نحتاج لنعرف تاريخ الحديث الثاني متى قاله النبي عليه الصلاة والسلام، عشان هو اللي يعمل به وينفى العمل بالحديث الاول المتقدم. وهنا قال الشيخ وعلى فرض صحته لا يقاوم ما سبق في صحيح مسلم، لاننا لا ندري بالنسخ، وعلى فرض صحته فانه يحمل على الجلد قبل الدباغ اما بعده فيجوز. يبقى هنا بقول لك طب نمشي الموضوع ده ازاي؟ لا تنتفع الميتة بإهاب ولا عصب، يبقى لا تنتفع بالإهاب قبل ايه؟ ها؟ قبل دبغه، لانه محرم الانتفاع به نجس. يبقى نحمل الحديث ده على هذا المعنى، بان لما ينفي، لو افترضنا ان الحديث صحيح وعاوزين نمشي الحديثين مع بعض، يبقى الحديث الاول في الانتفاع بالإهاب بعد ايه؟ دباغه، فهو يطهر. وهذا الحديث نمشي على ايه؟ على الإهاب قبل دبغه، فهو محرم ونجس. وضحت المسألة؟ طيب. قال انت كنت ترفع ايدك، ما احنا قلنا لعاب الكلب جعل هدوم او جعل يد تنظف بس المكان، لكن السبع مرات ده في ايه؟ في الإناء. لو جاء لا ما توضش تاني ولا حاجة، تغسل ايدك بس. لو ولغ الكلب في لحس كلب يدك او ثيابك، حتى الثياب قال بعض العلماء لا تغسله ولا اي شيء، انما يدك تغسلها فقط حتى لو متوضي لا شيء فيها ان شاء الله كما سنأتي ان شاء الله. قال القول الثالث انه يطهر جلد كل حيوان طاهر في الحياة، جمعا بين الأدلة والصحيح. القول الأول أن جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. وقال ابن قدامة في هذه المسألة وعن أحمد رواية أخرى أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة، يعني الحاجة اللي طاهرة أصلا اللي يجوز يعني أكلها أو هي حلال تطهر، دي رواية أخرى. لكن الرواية الصحيحة واللي فيها أكثر أهل العلم بأن جلد الميتة الإهاب للميتة يطهر بالدباغ باستثناء الكلب والخنزير على القول الراجح. وروي ذلك عن عطاء والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق. وروي ذلك عن عمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة مع اختلافهم فيما هو طاهر في الحياة، يعني هل الكلب طاهر والخنزير نجس؟ هذا الاختلاف اليسير الذي ذكرته لكم. قوله يسن، ده آخر شيء في الباب إن شاء الله. قوله يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها عند النوم. دي بقى مسألة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دائما يخاطب الناس بالوحي،
لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فبيقول في يوم في السنة بينزل فيه داء، ربنا بينزل فيه داء مرض، لو صادف هذا اليوم إناء مكشوف بيصيب هذا الإناء. انت ساعات تبقى حاطط الاكل وزي الفل واكلين كلكم منه، تصبح الصبح تاكل لك انت لقمه تلقى جات لك اسهال وجالك متسمم، يا عم الاكل كلنا اكلين منه، لا ممكن صادف هذا اليوم. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطيه الاناء وايكاء السقاء. ايكاء يعني ربط فم القربه، ده بيخاطب الناس اللي هم بيخزنوا كانوا ميه في القربه او لبن او ما شابه ذلك. حتى لو حطيت عود وسميت الله قلت بسم الله وحطيت عود كأنه تغطية، وتغلق الباب تخليش الباب مفتوح، لأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، ما تعرفش من أين يأتي إبليس ولا من أين تأتي الشياطين ولا من أين تأتي المصائب. لأن برضو في عندنا بيوت يبقى البيتين فاتحين على البحر، يا أم خديجة ويا أم علي، ودخلين خارجين على بعض، وده يدخل على البيت، ده الست لابسة قميص النوم وده يجي يدخل على البيت. إيه الهيصة دي؟ ايه الهيصه دي؟ خلي بابك مقفول عليك، حران وبتفتح عشان يجيب لك طيران، واعمل يا عم حته شراعه صغيره في الباب. فاسمع ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام. قال الاول وجمله ذلك ان هناك ادابا نبويه سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، منها تغطيه الانيه وايكاء الاسقيه. احنا قلنا السقاء هو القربه، والايكاء يعني الربط، والتغطيه في الاواني معروفه، كلها حلة بكلها غطى مثلا. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوك سقاءك، يعني اربط فم القربة بتاعتك، واذكر اسم الله، وخمر يعني غطي، خمار يعني الغطى، وخمر إناءك، واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا. حديث متفق عليه البخاري ومسلم، يعني حتى لو ما لقيتش حاجه تغطي بيها حط حته ورقه قول بسم الله، منديل كينكس قول بسم الله وغطي بيه، لا يصيبه ضر ان شاء الله. وكذا يسن اغلاق الابواب وذكر اسم الله عليها عند النوم. عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. حديث اخرجه الامام مسلم. اغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. والعلة من ذلك هي حفظ النفس المؤمنة من كل سوء. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء، يعني اربطوا فم القربة، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى. والوكاء هو الرباط الذي يشد به رأس القربة، والسقاء القربة ونحوها. يبقى كده ختمنا باب الآنية والله الحمد والمنة. فنسأل الله تبارك أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.